تعليقك يا كابتن حلمي. لا انا والله رئيسي كنت اتمنى ان النادي الاهلي يبقى مدرك هذه القيمه ومدرك هذا الكلام، انه يوافق مباشره على اقامه هذا اللقاء. بشكرك على كلمه مباشره. مباشره دون التطرق للتاجيلات او تغيير الميعاد. فيعني كنت اتمنى ده يعني. كابتن ضياء، هو كان عندك احساس من اول وانا معرفت ان عندي احساس، وعشان كده كنت دايما وانا قاعد معاك بقول لازم حد من النادي الاهلي يطلع يوضح الحاجات المفخخه. في متحدث رسمي كان لازم يتقال له او ما اعرفش ازاي، اذا كانت في نيه صادقه للعب المباراه يعني اذا كانت الامور ماشيه بانه الاتجاه ان المباراه تتلعب. فالسطرين دول او الجزء اللي مش واضح كان سهل جدا النادي الاهلي المتحدث بيطلع يتكلم يعني. اذا الرسائل اللي جت لي التنظيميه وانت يوضح انا، لان انا كنت اتمنى انه دي هتزود جليد كتير والامور فيها ابعاد غير الرياضه. صح، صح، برافو عليك. يعني في ابعاد كتيره. اذا لما جت لي الرسائل وانت قلت لي ليه فتحنا الموضوع، كنا حاسين ان احنا مش عايزين نفتحه تاني عشان المركب تمشي. انت اللي خليت ما لا وماله، ما انا قلت لك الناس بتقول انت